نحن في مملكة البحرين في زيارة خاطفة، معنا الأخ ماجد والسيدة أزمرالدا، السيدة الهمام اللي عاملة معنا مجهود جامد أوي وتعبناها والله. وإحنا في لحظة يا أستاذ ماجد، إحنا داخلين على المكان اللي كان عايش فيه كل آل خليفة فيما مضى. إحنا في مدينة المحرق. المحرق دي كانت أصل البحرين وهي العاصمة الأولى لغاية ما عملوا بعد كده المنامة. ما تفتكرش ان المنامة دي بعيدة، يعني هما الاثنين يعني تبقى ماشي كده من المحرق للمنامة. فهنا كان عايش سكان أهل الخليفة أو أسرة الخليفة، الأسرة الحاكمة، لسنوات طويلة جدا. وبعدين المركز خد المكان، خد بيوت وضبها وهنشوفها، وفي بيوت ما زالت فيها سكانها، فيها أهلها موجودين، وعمل لهم قهوة برة جميلة جدا، قهوة بتاعت قهوة بن خليفة، قهوة بو خلف. بن خليفة ما ينفعش، بو خلف. بيخرجوا يقعدوا في القهوة، يقعدوا والأهالي ساكنين في نفس المكان، حاجة كده يعني ممكن تشبهها عندنا فيما مضى بشارع المعز تقريبا كده أزمرالدا، يعني حاجة شارع أثري. إنما هو بيستعملوه الناس عادي. فهنمشي بقى، انطلق أخ ماجد، انطلق. هنا في ناس ساكنة، وده من أكبر البيوت. الله، ده بيت كده عادي ساكنين. واللي هناك ده بيت جلال، من أكبر البيوت اللي أهلها لسه لحد دلوقتي ساكنين بيها، موجودين فيها. نعم. الله، إيه الحلاوة دي؟ التعديلات الخارجية المركز هو اللي بيهتم بيها. إحنا لسه ملحقناش نمشي نتفسح مع ماجد. هو بقى نتفسح مع ماجد. أوعى تمشي يا ماجد. طيب، أوكي. ده مكتب المديرة، الست المديرة اللي هي أزمرالدا برضه. شكرا يا حبيبتي. دي الغرفة دي كانت ايه بقى أزمرالدا؟ دي غرفة هي جزء من بيت جلال، بيت جلال لحد دلوقتي ساكنين هنا. البيت اللي قدام لحد دلوقتي ساكنين هنا؟ وحتى هنا لسه ساكنين. يعني في جزئين للبيت. نعم، وكان في درج تنزل للغرفة، كانت تسمى الغرفة دي البنجلة. البنجلة؟ ايه، يعني هو اللي شوية تكون عالية عن تطلع لها بدرجتين ثلاثة. دي اللي فيها ضيوف بقى بيجوا ولا حاجة؟ إيه، دي زي البلكونة، زي بلكونة زي كده. السيلينج والحيطان والشبابيك كل زي الأول، ما صار عليه أي تعديل إطلاقا، سوى صباغة يعني. برافو عليك. سميناه مركز المعلومات، كل المعلومات عن مركز الشيخ إبراهيم بتلاقيها هنا. حلو جدا جدا. ودي كلها إصدارات مركز. وده مكتبك بتيجي فيه كل يوم الصبح؟ نعم، دي غرفة العمليات. بس محافظين على الشبابيك والحاجات كلها. ايه، هيدا لسه حضرتك بالبداية يعني، هلأ بتشوف أشياء أقدم من كده برضو. ده يعتبر شباك ولا باب ولا ايه؟ ده كان شباك، وهم كانوا بيعملوا سماكة الحيطان سميكة شوية علشان الحر والبرد بنفس الوقت. طبعا شغل فيه هندسة، فيه ذكاء. أمال كل ما الجدار تخن كل ما درجة الحرارة اللي بره ما بقتش زي اللي جوه. صحيح، تلفت. وبيقولوا هنا كان في درج بتنزل او بتطلع البيت، هم لسه ساكنين لحد دلوقتي. واقول لك خبريه، انه انا لما ابتديت اجي المكتب هنا اخذ لهم حوالي 4-5 سنين لاقتنعوا انه ما يجيبولوش فطار. كل ما اجي المكتب يعني، لاني انا زي ضيفه عندهم في البيت. كل ما اجي المكتب يجيبولي الفطار. ليه الفطار يا الغدا؟ حاجه حلوه قوي. طيب، ادي اول دي البدايه. طيب، كل اللوحات الفنية اللي حتشوفها هي لفنانين بحرينيين. دي لوحة للفنان عدنان الأحمد. دي خشبة؟ ايه. كانت بالأول على الحيط، بس بسبب الرطوبة طبعا الحيطة ده ممكن تعمل لها. ايوه، يعني كنا كل سنة نعمل لها صيانة، بس دلوقتي عملها بالطريقة. انطلق أخي ماجد. الله، لا البيت الكبير ده لسه بيت جلال. البيت الكبير اللي في الوش؟ لا يلي هنا، لا اللي على الشمال ده. ويلي على اليمين بيت الشيخ حصه الصباح، رئيس دار الاثار بالكويت. الشيخ حصه دي صديقه عزيزه جدا. ايوه، ده بيتها، ده صديقتي، ده بيتها. هو ده بيت الشيخ حصه؟ نعم. ده كمان بتيجي هنا يعني هي؟ نعم، ولما تيجي ما بتقعدش بلا بأوتيل ولا بحاجة، بتقعد. ما هي ستي جميلة جدا. نعم. دلوقتي هنا مركز الشيخ إبراهيم.
Good morning to you. How are you? ده هنا بداية القصة. هنا مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث. من هو الشيخ إبراهيم؟ الشيخ إبراهيم هو جد للشيخ مي. جد الشيخ مي. نعم حسب العتبة. Hello. How are you? Very hot today. هنقعد بقى ونحكي بقى. إيه. هون مركز الشيخ إبراهيم. من هو الشيخ إبراهيم؟ الشيخ إبراهيم هو جدة للشيخ مي، وهو أول من أسس أول ملتقى ثقافي بمدينة المحرك، وكان المجلس بتاعه كل يوم اثنين، علشان كده كل المحاضرات بتاعتنا مجلسه كل يوم اثنين. يس. يقعد ويقول للناس ويقعد يكلموا في الشعر وفي الأدب والثقافة. نعم دلوقتي بفرجك على الصور. الشيخ إبراهيم الشيخ مي قررت إعادة أعمار بيت جدها بجانيوري بيناير 2002. بس أنا عايز أفهم المكان ده كان. المكان ده كان بيته للشيخ إبراهيم. يعني لم يكن كذا. أيوة. قاعة بيسموها قاعة. لا لا ما كانش كده. كان بس أرض فاضية. وقالوا انه ما تبقى من البيت، كان فقط هذه الارض اللي تمام. هي اعادة اعمار البيت. لم يكن على هذا الشكل اطلاقا يعني. الشيخ ابراهيم شيخ مي لما قررت تعمل اعادة اعمار للبيت ابتدت من فلوسها الخاصة بدون اي دعم من احد، وبعد كده ابتدت برنامج سمته الاستثمار في الثقافة، ومنذ ذلك اعظم استثمار. ومنذ ذلك الحين لحد دلوقتي عندنا لائحة من الداعمين الذين يدعمون مركز الشيخ إبراهيم سنويا. هم داعمين، يعني بدون الداعمين المركز ما يقدرش يوصل اللي طبعاً هو طبعاً وصل له. المركز احنا مؤسسة أهلية غير ربحية. رئيستها الشيخة مي، رئيستها ومؤسستها هي الشيخة مي. حوالينا من لاقي رسائل عدة. قاضي يا زميل تعبناك يا أولا. لا ما عرفش أعود. صح امبارح عالتنين ما عرفش أعود. حوالينا في رسائل من وإلى الشيخ إبراهيم، معظمها رسائل مهمة قوي. الشيخة مي كتير بتحب انه نحكي عن هاي الرساله يلي من الشيخ ابراهيم من الشيخ ابراهيم لعبد الله الزايد، بقول له فيها: السلام عليكم والشوق والسؤال عنكم واليكم، ثم ايها الولد النجيب، اود ان اكتب اليكم اننا في حسن الاحوال، ولكن الحق احق ان يقال ان وطنك وقومك في محن متواليه عليهم، تعبس بهم يد الاجنبي عبس عبس الطغاب هنا الطفل بلعبته يتوسل ببعضهم الى ارهاق البعض الاخر، واكثرهم في غفله عما يراد بهم، والاقل في حيره لا يكاد يفكر في اسباب النجاه العامه وغايه الرجاء السلام الخاص. يعني كانه عم يحكي عن وضعنا دلوقتي. واخر شيء بيقول له: لاحظت في كتاباتك الي فتور وبروده. شوف قد ايه كانوا يحسوا ببعض. خبر دي رساله شكر من الشيخ ابراهيم لامين الريحاني. بتشكروا فيها على كتابه ملوك العرب. دي رساله رثاء من محمد صالح بحر العلوم. انت شوف العلاقات قد ايه كانت مع الكل من امتى يعني. صحيح. دي رساله من محمد صالح بحر العلوم بعزيه فيها بوفاه الشيخ عيسى بن قصيدة. علي دي. نعم. قصيده. الله الادم بيدنا. الله اكبر. هناك عندنا الكتاب الالكتروني. الكتاب الالكتروني يلي بيحكي تاريخ البحرين من ايام جلجامش لحد دلوقتي. لما بنتكلم عن البحرين بنتكلم على حضاره عمرها 5000 سنه تقريبا وما فوق. أيوه. هاي بالعربي. هذا شعار مركز الشيخ ابراهيم يلي حتشوفه بكل وين ما حتروح حيكون موجود، يلي هو بيت شعر للشيخ ابراهيم: اروم من الايام ما لا يروم سوايا، وقدر المرء ما هو رائم. بس بتعمل هيك خلاص. لا هيفتح بقى. يا سلام مستقبل يقبل. دلوقتي صوت استاذ حسن كمال يلي قابلناه على العشاء. اسير نحوي ونحو كل ما ياتي. هو من مؤسسين الاذاعه والتلفزيون وشاعر كبير، وهو طبعاً من اعضاء مجلس امناء مركز الشيخ ابراهيم. بحران بيتي ومعاني شعري، آفاقي بحري الثالث،
إذا بتحب تقلب الصفحة مرة تانية. دي عن قلعة البحرين وقلقامش يلي قلت لك إنه ضروري تروح تشوفوها. آه إن شاء الله حنصور لكم قلعة البحرين. أطل عهد تلمون مهد الحضارات. إحنا عارفين القصة. على مياه الخليل. هو بيبتدي بيتكلم عن كل حاجة موجودة بالبحرين تقريبا. تاريخ كله. بالعربي وبالإنجليزي. استنى يا أزمرالدة، الحكاية دي عجباني أوي، حلوة أوي أوي. أنا أول مرة أشوف حاجة بالشكل ده بصراحة. ميناء للعالم أنت مذكرة. وده اللوجو بتاعه. ده اللؤلؤ أهو بقى. أيوة. من الماء كل شيء حي. حلوة جدا دي. جاء زمن صنعت فيه يد الإنسان السفينة والشراع، وحصدت من أعماق البحار اللؤلؤ والمرجان، فكانت في البحر ثروتنا وأغاني الغوص. لا تعال. هلأ الصور اللي فوق هي صور المحاضرين اللي اجوا لكم محاضرات بقاعة المركز من 2002 لحد دلوقتي. هنا كل الضيوف هم كتاب، روائيين، سياسيين، اقتصاديين، ليسوا بالصحفيين. كل مضيف بيجي بتحط الصورة. بس هنا مش صحفيين ولا اعلاميين ولا شعراء. ليش؟ لا الصحفيين بيكونوا ببيت عبد الله الزايد لتراث البحرين الصحفي طبعاً. وشعراء بيكونوا ببيت الشعر اللي هو بيت الشعر. يعني كله التخصص في مكانه. ايوه بس حضرتك المحاضرة بتاعتك النهاردة هنا. لانه متوقعين اعداد كبيرة. المحاضرة هتبقى هنا في الحكم. لا هلا بتشوف وين سربريز يلي جوا. تفضل. بدعم من جلالة الملك بال 2008 افتتحنا الأوديتوريوم بتاعنا، القاعة الكبيرة بتاعتنا، وهنا تتم لصور المحاضرين من كافة أنحاء العالم. كتاب، الراجل ده أنا بحبه أوي، طلال أبو غزالة. طلال أبو غزالة ده راجل جميل جدا. كتاب، روائيين، سياسيين، من كلها أسماء مهمة. وكل أسبوع بيكون من بلد، يعني نعمل كده البروجرام إنه يكون كل أسبوع من بلد. وحتى هنا في برضو صور للضيوف. وهنا بدعم من جلالة الملك كان دي القاعة اللي الأوديتوريوم. يس. هذه قاعة كبيرة. اللوحة دي لفنانة بحرينية اسمها بلقيس فخروف. معظم البيوت اللي حنزورها حتشوف انه فيها أعمال فنية لفنانين بحرينيين. على طول شيخة ماي بتحاول تظهر الشق الفني. جميل جميل طبعا. الحيط اللي ورانا مش أوريجينال، مش الأصلي، هو شبيه باللي كان. ومن حوالي نحن افتتحنا مركز الشيخ إبراهيم بال 2002، من حوالي أقل من 10 سنين اكتشفنا أنه في غرفة أصلية من بيت الشيخ إبراهيم لحد دلوقتي لسه موجودة. دلوقتي بفرجها. يعني ممر سري ولا إيه؟ ما كانش حد عارف فيها. واحد خبرنا عنها. ظهرت كده. ظهرت كده واكتشفناها كده. دلوقتي باخدك تشوفوها. هنا أخذنا جائزة الأغا خان للعمارة. قبل كورونا طبعاً. سنة أو سنتين. طبعا. المكان ده كله. إيه. طبعا. هلأ هنا كانت البداية، وبعد كده ابتدت البيوت تتوسع وابتدأ المشروع يكبر. هنا عندنا مكتبة للأطفال اسمها مكتبة اقرأ، ومثل ما بنعرف اقرأ هي أول كلمة في القرآن. مكتبة اقرأ للأطفال، المكتبة مفتوحة يوميا، في صبية بتجي بتقرأ لهم قصص باللغة العربية والإنجليزية. نعم كل يوم. الفئة العمرية ما بين 6 و 12، وأوف كورس كل شيء بالمجان يعني. بس هي لتشجيع اطفال الفريج بالاول، اطفال الحي، انه يجوا يتعلموا يمسكوا كتابه بتاعه. حلو. هنا افتتحنا، هنا ما بنقولش بيت، نحن ده احد ده المركز ابحاث تابع لمركز الشيخ ابراهيم. وده بالتعاون مع سيرن. كيفك؟ شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. عليكم السلام. زي الصحة. الله يسلمك. الله يحفظك. شكرا. الله يخليك. كيفكم؟ الحمد لله. الله يخليك. ده ايه بقى؟ ده هلا اول شيء انا بتكلم بالشق الاساسي وما يحدث داخل هذا البيت او داخل هذا المبنى. الدكتور بيشرح لك. ده اول بيت كان بدعم من حد من برا البحرين. وكان بدعم كريم من الكويت. وده فتح لنا ابواب كثيره، علشان كده صار في عندنا دعم من الامارات وبالنزل السلام. هو بدا يلا. هو البدا كله داخل وراها. طب كويس جدا. ما يحدث داخل هذا المبنى
الدكتور بيشرح لك. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. شرفنا دكتور. شرفنا. انا جدا معجب بك. ربنا يخليك يا دكتور. متشكر. ان شاء الله يعني نلتقي مستقبلا. ان شاء الله يا رب. يشرفك. تابع لمركز شيخ ابراهيم، مركز علمي نهتم بالعلوم الاساسيه. العلوم الاساسيه العلم اللي يفيد كل الناس ما عدا الطلبه والاساتذه والباحثين. العلوم الاساسيه الفيزياء من العلوم الاساسيه. احنا نهتم بفيزياء الجسيمات الاوليه، يعني مركز الفيزياء. فيزياء الدقائق الاوليه. النواه فما دون. ممتاز. حتى ندخل داخل النواه نحتاج الى اجهزه جدا ضخمه طبعا، يعني طاقات عاليه جدا. هالطاقات موجوده فقط في اوروبا. في المركز الاوروبي للابحاث النوويه. في جنيفا. هذا المركز يتعاون مع المركز الاوروبي. ممتاز. كيف نتعاون؟ اولا جلبنا سيرن الى البحرين عن طريق المعارض العلميه. اول معرضين 2019 مو في هذا المبنى، في مبنى بالمطر. تحولنا الى الكويت، ودينا المعرض الى الكويت نفس السنه. جامعه الكويت. العام الماضي رحنا الى السعوديه في الرياض. اخذوا كل المعرض. الان هذا المعرض دائمي ثابت في هذا المكان في المركز لمساعدة الطلبة في فهم الأجزاء الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة. ممتاز. نبعث طلاب إلى سيرن عن طريق المركز بدعم من تمكين. عن طريق المركز هنا؟ نعم نعم نعم. لحد الآن بعثنا 22 طالب. بعثات؟ بعثات. هذا التلفزيون في 13 فيديو، كل فيديو تعليمي لآخر تكنولوجيا وتقنية. مثلا هذا الفيديو ناخذ شعر من جسم الانسان، شعره واحده فقط، نريد نعرف مكونات الشعر مالنا، شلون خلق هذا الشعر. ما يقراش حاجه. ما يقراش حاجه. لا ما يقراش حاجه. نكمل هذا ونمشي. ما يقراش حاجه. لاحظ ذهبنا الان الى الميكرون من الشعر، يعني داخل الشعر. كويس. صار مثل الاحبال. ولهذا انت لا تستطيع ان تقطع الشعر اطلاقا. الا باجهزه. لاحظ ذهبنا ابعد، ذهبنا الى الواحد ميكرون، صار عباره عن حزم من اشياء. ذهبنا ابعد الان الى الميكرون، الان ذهبنا الى النانو، صاروا الياف داخل شعرنا. ذهبنا الى ابعد الى البيكو 10^12 من المتر. طبعا من وين يذهب هذا الجهاز؟ يذهب الان الاسلاك فقدوا المعنى في موقع ما، اصبحوا يعني عباره عن ماده. خلاص. بعد الماده ذهبنا ابعد، الآن وجدنا ذرات الشعر. شنو مكونين؟ من كربون، من أكسجين، من سيلفر، من نيتروجين. ذهبنا أبعد. لاحظ ذهبنا أبعد. الآن جلبنا كربون فقط. الكربون يكون جزء كبير من الجسم طبعاً. ذهبنا أبعد. لاحظ الآن يأتيك شيء وأهم شيء في المادة. الأصلي بقى. المادة الأولى. المادة النواة. نواة الكربون. هذا نواة الكربون في 10^12 من المتر. ما نكتفي بها. اللي ما بتعرفش جبناها. ما نكتفي بها. لسه كمان؟ ذهبنا ابعد. هذا جي. انت بتروح حتت صعبه قوي يا دكتور. والله رب سبحانه وتعالى سهل الطريق. انا معي دكتوراه بهالتخصص. طيب ورينا. الان ذهبنا الى هالجسيمات، هم يريدون يكتشفون هالجسيمات اللي عادل الالكترون. طبعا اعظم اكتشاف بالعالم الالكترون. عالمنا طبعا طبعا. الالكترون يمثل 1/10000. هم يريدون يعرفون هذول، يسمونهم الكواركات. هذا العلم الحديث. مزبوط. والتكنولوجيا الحديثه هاي يشتغل عليها. نعم. ربنا معه. شكرا جزيلا دكتور، امتعتنا والله. فينا نروح على بيت النخبه ولا بنروح السياره؟ البيت ده كان تتمه مع البيت ده يلي هو اهلي لسه ساكنين هنا، بيت عجاج يلي ده؟ هو ده هنا. ده بيت النوخذة. اعطونا البارت ده لانه ده البارت، اقدم بارت موجود في البيت. اخذتوه؟ ايوه. هنا زي غرفه الاجتماعات بتاعه الضيوف اللي كانوا يروحوا علشان الغوص. تمام. بيت النوخذة دي كلها ده. دي احنا بنتكلم في محيط اللؤلؤ مش كده؟ ده بارت من مسار اللؤلؤ. ده البيت الوحيد جزء من مسار اللؤلؤ. ده البيت الوحيد اللي هتشوف عليه مكتوب مسار اللؤلؤ. تمام. حسب العتبه النوخذة ده يعني زي ما تقول سعاده الباشا وكده. يا الله. تفضل حسب هنا. بس هو معنى النواخذة مش كده، مش معناها الباشا، يعني معناها كأن دي جزء من المهنة. من المهنة. هو الكابتن بتاع البوت. يبقى نشرحها. هو الكبير بتاع كبير عملية ايوه الغوص. زي القبطان. يعني اكبر شوية. النواخذة يعني هو كبير، او تقول قبطان
المشوار بتاع صيد اللؤلؤ، لانه مشوار بيبقى عاملين ليه سكه كده، ناس بتصطاد وناس بتاخد وناس بتبيع. بعد ما يخلصوا المؤاخذه بقى يقسم كل مهنه تاخد التلت. طبعا هتقعدي ما تقوليش بقى مش عارف اقعد. يعني اذا عاوزين نلحق نشوف الاشياء الثانيه، يلا دبت القهوه. نشوف قهوه هنا بكل مكان. هاو ار يو؟ دي القهوه اصليه وده السكر اصلي برضو. ايوه ده زي المكان اللي افطرنا فيه النهارده. ده مكان راجي. بس حاجه ثانيه ده بتوع امبارح كان من هنا. ده المطعم راجي. كل المعلومات عن القهوه وتاريخ قدومها موجوده هنا. موجودة عشان كده بيت القهوه. موجوده هنا. انا فاكر بس شرب القهوه. لا باللغه العربيه دي المطحنه بتاعت زمان. ايوه. وهنا كل المعلومات عن القهوه جت منين واستعملت، كل ده باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه. هتشوفها بكل الاماكن. اوكي. وهنا الغرفه الاصليه من البيت. انت شايف هنا انه البيت مودرن يعني، بس الحته دي زي الاول. شوف السيلينج ازاي. وده ايه هنا بقى؟ ايه دي كده زي صالون يعني. ده مش يعني الناس اللي بيجوا المطعم بيجوا بيتفرجوا بس بيشوفوا معلومات. بس في ناس تيجي تاكل هنا عادي. ايه مطعم. ده مطعم مفتوح. مطعم جميل. دي المحمصه اللي كانوا يحمصوا فيها. حلو قوي. بتاع زمان. هنا بيت بيت الكرار. الكرار هي مهنة التطريز اللي بتكون على التوب البحريني. ده البيت التقليدي اللي 100% على الطريقة البحرينية. وهم الستات بيجوا هنا بيشتغلوا هنا. ايوه بيقعدوا هنا وبيشتغلوا الشغل ده. يلي شوف بتشوف دول حلو السيدات اللي هنا بتشوفهم بيعملوا ايه. حلو. والتوب البحريني الاصلي ازاي بيعملوه. بيكونوا خمس سيدات بيقعدوا ويا بعض. دلوقتي ابتدوا يتفننوا بالحاجات بقوا. حلو. يعملوا شال، اسواره، كوشن. يعني مش بس الحاجات التقليديه. وكانوا بالاول يستعملوا خيطان من ذهب علشان كده كانوا بيوزنوا. دلوقتي بيجيبوا فيري جود يعني حاجه كويسه، ماتيريال كويسه قوي، بس بتيجي من الهند او من فرنسا. وده نوع من انواع الابواب اللي كانت برضو موجوده في باين. مش عايز كلام. عندنا منه كتير قوي. بيقولوا انه دي كانت للرجاله وده كان للسيدات. ده ناعم. ده للرجاله. الست تخبط تخبيطة معينة. ايوه. يا سلام. ده نزل يلي خبرتك عنه يلي ضيوفنا قعدوا فيه. ده نزل الضيافة يلي عادة معظم الضيوف بيسكنوا هنا. جميل. في اربع غرف فوق. هنا الصالون. الله حلو قوي. عاوز تشرب قهوة هنا؟ ممكن. تريح شوية. شريفة برينك ده كوفي. راد في التكييف. دي شجرة الترنج اللي كنت بقول لكم عنها. بص الحامض، الليمونة الكبيرة شايفة هنا. وهنا في بصي هنا فوق في كتير. هون بالزاوية في بالنص حسب الراسك. كويس كويس. هلا كان المتعارف عليه انه يكون في غرفه على اليمين علشان الناس وخصوصا الضيوف الرجال يخش على طول على المسبايه يدوسوش البيت. لانه الناس كانت عاده كانوا يقعدوا السيدات يشتغلوا بالحوش هنا. ده بيت عبد الله الزايد لتراث البحرين الصحفي. من هو عبد الله الزايد؟ عبد الله الزايد هو مؤسس اول صحيفه اسبوعيه في البحرين وكان اسمها البحرين. ده بيته. ده ده بيته. علشان كده كل الضيوف اللي هتشوف صورهم هنا مختلفين عن الصور الباقيين. دي صور ضيوف لهم علاقه بدر خانه. كله بدك تشوف ناس اكيد كلهم تعرفهم. الجريده الاولانيه كان اسمها البحرين وبعد كده جو كل الجرايد دي. دي نبذة عن الجريده ودي نبذة عن حياه عبد الله الزايد.
شوف السيلينج هنا جميل ازاي. ده كان كده، الزجاج كان كده لونه. وهنا الاكستنشن بتاع بيت عبد الله الزايد. هون كيف كان البيت بيفور اند افتر. تخيلي انه ده بقى البيت اللي احنا فيه دلوقتي، والصور كلها. ده هنا سميناه الركن الاخضر لانه دي الحديقه العموديه، كانت اول حديقه عموديه عملناها بالعالم العربي كله. عملها شخص اسمه باتريك بلون، وفيها حوالي اكثر من 200 نوع شتل. حتى خلال فصل الصيف تبقى كده، يعني انت دلوقتي نحن لسه كنا في الصيف وتشوفها خضراء. سمينا المبنى هنا الركن الاخضر، ده ما كانش قديم ولا حاجه. بص الباب بتاعه لطيف قوي. بص الباب، بص الباب، اتفضل افتح يا سمسم. افتح انا كنت فاكر في ازازه وحجر كده. لا هو ولا حجر. ده حاجه. الله، ده البيت بدعم من الامارات، دوله الامارات، هو ونزول السلام. البيت بمكوناته بكله، البيت كله، المبنى كامل بدعم ديكوراته من الامارات. كله لا ديكور، البيت كامل. طبعا. علشان كده البيت برضو بتشوف مذكور اسم دولة الإمارات الشقيقة في كذا مكان، زي نزل السلام. جميل جدا، معمول الحقيقة بشكل رائع. وعمله مهندس هولندي. دي اللوحات من مصر، أخذت سكسي كتير. طبعا. دي ودي، دي من القطع اللي الناس صارت تقصد البيت هنا علشان تتصور جنبيها. اليوم حق بصراحة حلوة. دي محمد ربيع اسمه. مصري ده. مصري. نعم. وبص المنظر من هنا جميل ازاي. تخيل انك تحفة. قاعد هنا. تحفة. ده مكتبك. مكتب الشيخة ميفوق. لا مكتب الشيخة ميفوق. لسه المكتب فوق. ده مكتب الشيخ مي. يا سيدي. دي أم كلثوم. الله. ودي لوحة الشيخ مي هي اللي رسمتها بالانتفاضة الأولى. يا سلام. إيه. خليها هي تقول لك القصة بتاعتها. إزاي رجعت لها هنا؟ دي لوحة رسمها الشيخ مي في الانتفاضة الأولى. نعم. هي اللي رسمها. هي اللي رسمها. نعم. عشان هي ولادها بيرسموا. إيه بنتها الكبيرة. أيوة. شيخة هلا. حلو. او هي علشان هي بتحب حفيدتها الصغيرة قوي قوي. فبتصدرها. لا علشان كده ما عندهاش وقت تلعب معاها البينج بونج بالبيت. جابت لها طاولة البينج بونج هنا. في المكتب. علشان لما يكون عندهم وقت يهربوا. يلعبوا. يلعبوا بينج بونج. والله. هي الشيخة تلعب. ايه تلعب قوي. الله يرضى عليها. الله. تفضلوا. دي جولة جميلة جدا. وبعدين أجمل حاجة في ختام الجولة إن الشيخ مي عاملة ترابيزة بينج بونج لحفيدتها، لما يبقى في وقت وهي بتشتغل تلعب مع حفيدتها. دي حاجة جميلة جدا إنك تلاقي حد وسط الصخب بتاع الحياة قادر يحافظ على تاريخنا اللي فيه أفكارنا اللي فيه حضارتنا، اللي ممكن مش تبقى هي مش حضارة بس، هي دي الحضارة اللي بتصنع أيامنا وأيامكم اللي جاية.